انا قاعد احكي على الشباب اللي يريد يكبر عضلته بشكل صحيح، اللي يريد يستفاد بشكل صحيح. التمارين هوايه وما تخلص التمارين، عندنا تمارين التجميع، عندنا تمارين اللاري، الجالس، الدامبل، واكو هوايه تمارين. هسه وصلنا تمارين البايسبس يا شباب. تمارين البايسبس، الاخطاء الشائعه اللي تصير بتمرين البايسبس انه اللاعب يصير يقمز بالوزن. هاي بالنسبه للخطا اللي بيصير بتمرين البايسبس. بالنسبه للتسلسل، الكرسي الروماني، اللاري كرسي تشير، او الدامبل المستند، هاي التمارين الضاغطه نسميها احنا، ما يصير تلعبها اول تمرين بالبايسبس. هذا ما يصير اول تمرين، ليش؟ لان هذا التمرين يعطيك شكل للعضله، لازم تكون العضله شاده وبعدين تلعبها. شلون مثلا واحد يلعب بايسبس وراها ياخذ بوزيشن يصير يشد على العضله عم يعطيها شكل، نفس الفكره هنا وعلى المستند. سو هذا التمرين ما يصير نلعبه اول تمرين، دائما اول تمرين يكون البار المستقيم وبعدين محدب قليلا، نفس فكره البايسبس، او عريض وداخلي حسب انت العضله شنو وضعها وياك، والتزم بالتمرين على مود تشوف النتيجه بعدين شلون تصير وياك. ما يصير انت كل مره تغير تمرين البايسبس الا اذا انت تريد تزيد وزنك وبس، ما تريد شكل عضلي. بس احنا بالتمرين يهمنا الشكل العضلي. سو حركه البايسبس يا شباب بهالشكل هذا. هوايه شباب تلاقيه يتمرن البايسبس بهالشكل، لا عمي هذا مو تمرين بايسبس. تريد تستفاد من تمرينك العب بشكل صحيح. عندك 12 تكرار استفاد بال 12 تكرار، ما عندك 40 تكرار، ما عندك 100 تكرار. سو البايسبس هذا، هذا اعلى شيء تطلع بيه بالبايسبس، ماكو شيء اسمه تطلع هنا. بس طلعت هنا ارتاح الوزن على الكوع مالتك، والعضله فقدت السيطره على الوزن. سو انت لازم تخلي العضله تحت الضغط بالطلعه وبالنزله. هاي واحد نزول بطيء، اثنين هذا الايجابي، السلبي نزول بطيء، ايجابي سلبي نزول بطيء، أربعة مثلا وصلت 12 خلصت. هذا تكنيك، تعرفون التكنيك القديم شنو هو؟ نص، واحد، نص، اثنين، أو التكنيك اللي وراه هذا، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، تمام؟ أو التكنيك الآخر، واحد، اثنين، ثلاثة، أنزل، واحد، اثنين، ثلاثة. هاي التكنيكات انا قلت لكم عليها واني متاكد صرتوا تعرفوها. واهم شيء يا شباب بالبايسبس انك تنزل للاخير، ليش؟ لانه النزول للاخير هو اللي يسوي استطاله للعضله، هو اللي يسوي لها ستريتش مطمطه على مود تكبر. مو انت تطلع وتنزل نص نزله، تطلع وتدور بايسبس، لا البايسبس ما راح يكبر وياك بهالشكل هذا. لازم تنزل نزول كامل عم تسوي مد كامل للعضله. ومثل ما قلت لكم التمرين الاساسي دائما يكون المستقيم اول تمرين، ان كان كيبل او بار. هاي الفكره، زين. خلصنا من هذا التمرين، التمرين اللي وراه شنو هو مثلا؟ يكون عندنا الدامبل. دامبل بهالشكل هذا، ان كان جالس وان كان واقف. شنو الفرق بين الجالس وشنو الفرق بين الواقف؟ لما تكون واقف راح تصير ترفع اوزان اكثر، شنو السبب؟ السبب هو مرجحة الوزن والركبة مالتك تصير تتحرك. واحد، جسمك قاعد يتحرك، سو انت عندك حرية الحركة على مود ترفع وزن، بينما لما تكون قاعد التركيز راح يصير اعلى، الحركه راح تصير بس من الحوض على البايسبس. سو هنا ما راح تقدر ترفع اوزان. سو واحده تختلف عن الثانيه. واحد. وماكو شيء اسمه اطلع. هذا مو بايسبس. لا البايسبس الا اذا كانت العضله شاده وقافله وياك وتريد ترفع اوزان بنهايه الحركه بنهايه التمرين العب بهالشكل هذا. بس اذا كنت بالبدايه لازم يكون عندك تركيز، بس تشد العضله تسوي اللي تريده بالبايسبس، اهم شيء انك ترفع الوزن. بس بالبدايه لازم يكون عندك تركيز كلش عالي بحركه البايسبس. ومثل ما قلت لكم الكرسي هذا هواي ناس لما يلعبوا، قلت لكم انه هذا لازم يكون اخر تمرين. هواي شباب لما يلعبون هذا التمرين تلاقيه يطلع وينزل بس اثنين. لا حبيبي هذا التمرين الفكره من عنده انك تمد ايدك للاخير. الفكره من عنده انك تمدها للاخير لحتى تحسها راح تطق. تقول لي ما اقدر، انا اقول لك خفف الوزن، لانه لو ما الوزن ثقيل ما قدرت تطلع للاخير، ما تقدر تنزل للاخير. سو الفكره تنزل للاخير تطلع بس لهنا، ماكو اطلع فوق. تنزل للاخير تطلع وتعصرها، او اذا انت متقدم تقدر تطلع للاعلى ترفع ايدك وتعصرها قدر المستطاع، هاي اذا انت متقدم. بس انا قاعد احكي ان جنرال، الناس اللي يريد يطلعون العضلات، الناس اللي يريد يلعب بشكل صحيح.
ليش؟ لانه اذا رفعت للاخير الوزن راح يصير على الكوع مالك وراح ترتخي العضله، سواء انت قاعد ترفع وقاعد تريح. ليش؟ لانه انت عضله اوريدي ما عندك. بينما اذا كنت متقدم لا، اطلع للاخير واعصرها قد ما تقدر. هنا انت راح تستفاد. حتى بتمرين الدامبل هسه اشوف لكم اياه هنا. هواي ناس هماتين عندهم هاي المشكله بتمرين البايسبس. واحد تلاقيه ينزل نص نزله، لا، نزله كامله هي اللي تشغل العضله، نزله كامله هي اللي تشغل العضله، نزله كامله هي اللي تسوي ستريتش وتخلي العضله تستفاد. ومثل ما قلت لكم اكو هوايه تكنيك للتمارين واكو هوايه تمارين، بس انا قاعد اعطيكم الفكره. تمرين البايسبس يا شباب الفكره من عنده انك تنزل للاخير على مود تسوي ستريتش للعضله، ولما تخلص تمرينك حاول تسوي استطاله قدر المستطاع للعضلات. مد العضله حتى تصير العضله توجعك. هي هاي العضلات، شنو الفكره من عندها؟ انك تضخ دم داخل العضله، النسيج مالك يقوى، النسيج مالك يشد، ورا ما تخلص تسوي ستريتش. سو تماريننا كلها تعتمد على التكرار السلبي مو الايجابي، التكرار السلبي انك لما تنزل تسوي مد للاخير، هاي الفكره، تيجي تقعد وتعد بالبايسبس بهالشكل هذا ما راح يصير تمرين هذا، هذا مو تمرين، هذا ضيعان وقت على الفاضي. الا اذا شوف لي متقدم محترف، هذا متقدم ما يحتاج، هو اوريدي عنده عضله، هو اللي يحتاجه كله يضخ دم وراه يروح يسوي ستريتش انتهى التمرين مالته. انا قاعد احكي على الشباب اللي يريد يكبر عضلته بشكل صحيح، اللي يريد يستفاد بشكل صحيح. التمارين هوايه وما تخلص التمارين. عندنا تمارين التجميع، عندنا تمارين اللاري، الجالس، الدامبل، واكو هوايه تمارين، بس انا جبت لكم اياها بالمختصر شلون استفاد من تمارين البايسبس والترايسبس. الترايسبس قلت لكم الاخطاء اللي تصير بيها، والبايسبس قلت لكم الاخطاء اللي تصير بيها. ومثل ما قلت لكم يا شباب تمرين اساسي اللي هو نتمرن ثلاث تمارين مثلا مع عضله الصدر، وتمرين الاستثنائي اللي هو يكون بعد ثلاث ايام تتمرن تمرين واحد بس يكون قاسي جدا، تمرين واحد بس يكون قاسي جدا، تلعب جوين سيت مثلا، جوين سيت سوبر سيت، شلون مثلا تخلي الاوزان مالتك مثلا 6 8 و10، تتمرن هذا تمرين واحد، تتمرن 10 هنا و10 هنا و10 هنا، 10 تكرارات، هذا واحد، تلعبهن ثلاث مرات تكون العضله انفجرت. ماكو داعي تحط اربع تمارين مره ثانيه او ثلاث تمارين مره ثانيه، لا، التمرين اللي يجي بعد ثلاث ايام عندنا تمرين اساسي واستثنائي، هذا الاستثنائي. او تروح مثلا على الكيبل عشرات 5 6، هذا تمرين واحد. ماكو داعي تحط اكثر من تمرين، ان كان بايسبس وان كان ترايسبس. وضروري تلعبون وياها الفور ارم على مود تستفادون من التمرين، ولا تنسون تمارين الاستطاله ستريتش على مود تكبر العضله مالتك. ومثل ما قلت لكم الاصابات شلون تصير، ما انحني بالتمرين، اظل واقف واضغط العضله للخلف للخلف، ما انزل واضغطها، الا اذا انت متقدم هذا شيء ثاني، الا اذا انت مثلا العضله مالتها شدت قفلت بعد ما تتحرك وبعد ما يقدر يطلع وياك الوزن انحني معليش. بس الاساس انك تظل مسوي كنترول على العضله. ان شاء الله استفاديتوا بالفيديو واشوفكم في فيديوهات ثانيه. المعلومات هاي مو مال واحد بس قاريها ويحكيها، المعلومات هاي تريد ناس ممارس بيها. أنا أخذت هرمونات وخبصت وضربت موضعي وجربهم علي المدربين، الله لا يوفقهم طبعا، وجربهم براسي مواد وحطهم بي بجسمي بلاوي الدنيا. فأنا قاعد أعلمكم من أخطائي، أنا ما قاعد أروج لمنتج، أنا قاعد أحكي الشيء اللي عرفته والشيء اللي مارسته والشيء اللي انطيته للناس على مود تعرفون شنو على شنو قاعد أحكي.